ارحب بكم مشاهدينا من جديد، ونشكر سلطان الشامسي على هذه التغطيه من سوق الجبيل، وايضا زميلنا محمد الياسي على الاعداد. سلطان، يعني قبل كم يوم كنا نطلب منك مجبوس سامو، الحين انا واسماعيل بنطلب ان شاء الله كرتون همبا. كرتون همبا لا، وعجبني شويه قص، يعني جرب الفواكه اللي موجوده، ها احلى شيء في السوق الصراحه. يمكن هالشيء اللي احنا تعودنا من احنا صغار، روح يا الوالد الله يحفظه سوق وشوي نجرب شيء، خصوصا نروح حتى سوق الجمعه. تبغين انت تسيرين عادي، انا بقدم، بس انت مخرجه الفقره سوق الجبيل. خلاص منى ان شاء الله، مخرجتنا منى واسماعيل بيسيرون سوق الجبيل الاسبوع الجاي، واللي بعده نوديها سوق الحراج. ان شاء الله. اوكي تمام تمام، اذا شيء اوكي. اذا مشاهدينا خلونا ننتقل لفقرتنا القادمه. منازلنا هي جزء من كياننا وشخصياتنا، ولكل منزل روحه الخاصه وكيانه في التصميم حسب ذوق اصحابه واختياراتهم لتفاصيل التصميم في المنزل، ولكن تبقى هناك قواعد واساسيات ثابته في التصميم لا غنى عنها في تصميم المنازل واختيار الديكورات. خلونا ننتقل سويا مع هذه الفقره مع مهندسه الديكور الاستاذه جواهر الصفر، بتخبرنا اكثر عن أحدث الصيحات والابتكارات في عالم التصميم والديكور. منزلك هو لوحتك الخاصة والتي تعكس شخصيتك وذوقك وأسلوب حياتك، وعناصرها هي قطع الأثاث التي تظهر جمال وروعة مملكتك، ولكن كيف تختار ألوانها بطريقة متناسقة ومريحة للعين؟ الأمر يحتاج إلى شخص مختص للمساعدة. خلكم معي نجمع مجموعة من الإكسسوارات والطرق المتعددة لتنسيقها لتتناسب مع أثاث المنزل بالطراز اللي يناسبكم. نغير شوي في الغرفة أو نضيف لها بعض الرونق عن طريق إدخال لها لون مختلف. ممكن نضيف بعض المخاد أو الكوشنز على السرير بلون مختلف، مثلا ممكن نضيف اللون الأخضر أو الأصفر بحيث تعطي بعض الحيوية وتكسر الجمود اللي في الألوان الباهتة الموجودة. وبنضيف يا أما نضيف لوحة على السرير في وسط السرير أو لوحتين جانبيات على الطاولات الجانبية. ممكن إضافة عنصر الزراعة لغرف النوم تضفي بعض الحيوية، لكن لازم نكون حذرين، نستخدم الزراعة الصناعية مش الطبيعية. محتاجة بعض الرونق والحيوية، كيف ممكن نكسر جمود المكان؟ ممكن نختار الزراعة نضيفها كعنصر يعطي حيوية ورونق المكان ويكسر الجمود واللون الباهت اللي فيه. الريفي، فنخترت هالبرواز بالمراية بحيث انه يتناسب مع طراز الغرفة وبنفس الوقت يعطي بعد واتساع للفراغ.
الاضافه ومع الالوان الفاتحه افضل اني اكسر بياض السرير بالوان مثل الاخضر او الاصفر، فهالكوشن ممكن يضيف رونق حق المكان. دائماً بعض الأفكار اللي ممكن تكون مصدر إلهام. اليوم اخترت لكم بعض الإكسسوارات اللي ممكن تطبيقها، وأخيراً مشاهدينا كل فكرة ممكن تطبيقها بسهولة وبسرعة وبتكلفة بسيطة.